الو، ايوه يا وائل، انا هشام. الو، ايوه، مين عايزها؟ مين؟ طب ثانية واحدة، عندها هالة. يا ست عبلة، يا ست عبلة. أيوة يا عم سيد. تليفون. حاضر، أنا نازلة على انت ايه؟ هتاخديني في دوكا؟ هشام، عشان خاطري انا نفسي اطير في البيت اقول لهم ان انا نجحت وخدت الليسانس. تصور بابا من ساعه ما قلت له ان النتيجه هتظهر بعد بكره وهو اعصابه تعبانه اكتر مني. تخيل بقى عمل ايه؟ عمل ايه؟ راح لواحد كهربائي اتفق معاه يوم ما نجح يعلق صفين نور على باب البيت، وراح اتفق لي كمان على فرقه مزيكا تيجي تلف الحي كله. مزيكا؟ مزيكا حسب الله مش كده؟ لا، اوركسترا اذاعه. طب يلا بينا. ايه، هتوصلني بعربيتك؟ هنديهم الاول خبر في التليفون ونحتفل احنا بطريقتنا. يلا. الف مبروك يا بنتي، الف مبروك، الف مبروك يا ست ستات. يا علا فندي، يا علا فندي. خير يا محسونه؟ الست عبله نجحت وخدت الرصانص، الف مبروك. مين اللي قال لك؟ اهي على التليفون، تعال كلمها. We'll be right back.
يا ستي مبسوطه دلوقتي؟ تحبي بقى تروحي فين؟ وديني مطرح ما توديني الحرم. اي مكان وياك يرضيني. طيب جنينه الحيوانات، القناطر، اختار انت بقى. انا اخترت. ايه؟ لا حذر فذر. هنروح فين؟ فين؟ باين عليك ما بتحبنيش. اخس عليك، ده انا من كتر حبي حاسس ان انا الحب نفسه. يبقى ازاي تنسى اول ما كانت قابلنا تجي. خبطت فيكي وطيرت الايس كريم من ايدي. قلت لك مش تفتح. بصيت لك لقيت قدامي احلى عليا في الدنيا. مديت في ايدك وقمت واستندت عليك. كان ساعتها كل الناس اتلموا عليا. نضفت بنطلوني وسبتك ومشيت. رحت بعد كده وجبت ايس كريم ودورت عليكي في الملاهي بحالها عشان اديها لك. وفي الاخر لقيتك هناك عند المراجيح. وتاني يوم اتقابلنا قدام باب الجامعة. صدفة غريبة قوي. سبت البنات. سبت البنات. بنتي. بنتك. بنتي. بنتك. اللي أنا مربيها. أنت مربيها. الدكتورة. الدكتورة. وكمان الدكتورة. الدكتورة. رقصني يا جدع. كمان واحدة يا أمو الدكتورة. دكتورة إيه على فندي؟ هما الدكاترة بياخدوا الرصاص الأخرين. وأنت شعرفك أنت يا جاهل؟ أنا اللي جاهل. وستين جاهل كمان. أنت فكرك إنها هتقف عند الرصاص؟ لا، دي هتكمل وتاخد الدكتوراه في الأدب وهتبقى الست الدكتورة الأديبة عبلة. خد منه النقطة ورقصني يا جدع. قلبك جامد حديد طول ما انت جامد. تركبي المراجيح ونطلع فوق 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 قوي. اه ونوصل حتى للقمر. وانت عليك اقول لك يا هشام. يا الله يا هشام بحبك. بتقول ايه؟ بقول بحبك. يا جاي صوتك شويه مستمع. بقول بحبك. اليوم ده حلم غالي واتحقق يا ابو حسونه. ابو حسونه ربنا يكمل فرحتك بيها ويقدرها على رد جمايلك. اخص عليك اخص عليك يا سيد. ليه بتسمي اللي عملته ده جميل؟ يعني لو كان اي واحد فيكم مكاني مش كان عمل اللي عملته؟ ده واجب واجب يا سيد واجب. وربنا اكرمني وقدرني على عمله. ونعم الرجاله على فندي. ونعم الرجاله. عشت يا سيد. ثلاثة بالله العظيم دي لو بنته من لحمه ودمه ما كان فرح لها بالشكل ده. بابا قال لي مش بابا الحقيقي. يعني ماما اتجوزت بابا علي ده بعد باباكي ما مات؟ ماما سعاد
برضو مش أمي الحقيقية. أنا أبويا وأمي ماتوا وأنا صغيرة. مين اللي فيهم مات الأول؟ الاتنين ماتوا في يوم واحد. ممكن أعرف إزاي؟ ولا ما أنتش فاكرة؟ لا فاكرة، عمري ما نسيت. عبلة، لو الكلام ده هيضايقك بلاش نتكلم في الموضوع ده خالص. كان عمري ساعتها 5 سنين. يومها لقيت أهل الحارة كلهم بيشيلوني ويبصوا في وشي. كان في منهم اللي ما يستحملش ويعيط. كل اللي أنا فاكراه ساعتها إني قعدت أدور على بابا وماما في وسط الناس دول كلهم، لكن ما لقيتهمش. فضلت مفتحة عيني لغاية الليل ما جه. كان في ناس كتير قوي في الصوان، وخدني بابا علي يومتها لبيته ونمت على حجر ماما سعاد. لكن صحيت مفزوعة وقعدت أقول لهم عاوزة بابا وماما، لكن ما سمعونيش. محدش جه. اتعودت بعد كده انام في حضن ماما سعاد، وكبرت وعرفت الحقيقة. عرفت ان هما الاتنين ماتوا في حادثة. عبلة، انا اسف اللي فكرتك. على كل حال الحال من بعضه، بس انا بقول يعني الايام كفيله انها تنسي الانسان كل حاجه. انا عمري ما نسيت ده، الحمد لله احسن من غيري بكتير قوي. كفايه ان ربنا بعت لي بابا علي وماما سعاد، الحمد لله. ودلوقتي يا بنتي جه اليوم اللي اوفي فيه الدين اللي عليا ورجع الحق لاصحابه. انا يا بنتي يوم ما مات ابوك الله يرحمه هو ووالدتي، لقيت في الدولاب قرشين، حطيتهم على صيغه المرحومه وحطيتهم في العلبه دي، وحطيت فوقهم كمان ثمن عفش الشقه لما بعناه، واحتفظت بده كله لحد ما يجي اليوم اللي اقول لك فيه اتفضلي. اتفضل ايه يا بابا؟ حقك يا بنتي مال ابوك وامك. واللي انت عملته عشان العمر ده كله كان ببلاش؟ اخص عليك يا عبلة، هو فيه اب بيحاسب ولاده على اللي صرفه؟ ولما انت عارف انك ابوي ازاي بقى عاوز تحاسبني؟ افهميني يا بنتي، انا يا عبلة ما حلتيش حاجة اقدر اساعدك بيها يوم ما يتقدم لك ابن الحلال. والقرشين دول سابهم ابوك وامك، قلت اخليهم ينفعوك في يوم زي ده. انا مش هاخد الفلوس دي يا بابا، الفلوس دي بتاعتنا احنا كلنا، انا وانت وماما، زي ما كان سهرك الليالي وشقاك وتعبك عشان احنا كلنا. ولا انتوا عاوزين تحسسوني ان انا مش بنتكم؟ عبلة، عبلة يا حبيبتي اوعي تاني مرة اسمعك بتقول الكلمة دي. ده انت بنتنا وبنتنا وبنتنا، على قد ما تقولي قولي. احنا يا حبيبتي اتحرمنا من الخلفة، وربنا عمل اللي عمله ده عشان ما نتحرمش من كلمة ماما وبابا اللي طول عمرنا بنسمعها منك. متعرفيش الكلمة دي كانت بتعمل فينا ايه. بكرة لما ربنا يعدلها لك بابن الحلال وتتجوزي وتخلفي هتحسي بمعناها. صحيح. خلاص بقى يا ماما، قولي لبابا مفيش داعي للكلام اللي هو بيقوله ده. وبعدين انتوا ناسين ان انا هتوظف وهقبض مرتب. صحيح انا مش عارف الوظيفة دي هتيجي امتى، لكن مسيرها برضو هتيجي. ما هي جاء يسمع من بقك ربنا. حقيقي يا بنتي انا مش بضحك، انا اخدت وعد من رفعت بيه ان اول ما تظهر النتيجة تاني يوم تستلم الوظيفة عندنا في المكتب. صحيح يا بابا؟ إلا صحيح.
هو انا بلعب؟ من بكرة هتيجي معايا الشغل. تفضلي. في مدمزيل بتقول انها بنت علي افندي. علي افندي بتاعنا بتاع المعرض؟ ايوه يا فندم. فين هي؟ بره يا فندم، باباها جابها النهارده الصبح عشان يقابل حضرتك، ولما لقى سيادتك اتاخرت راح يستلم المعدات الجديده من المعرض وسابها هنا عشان تقابل. خليها تفضل. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضلي. اول مره تزورينا في المكتب مش كده؟ ايوه يا فندم. يا فندم انا اتخرجت وخدت الليسانس، وفي الحقيقه يعني بابا قال لي ان حضرتك وعدت ان انا اول ما اتخرج حضرتك هتشوف لي ايوه انا فاكر الوعد ده. اطمني يا انسه، الوعد بتاعي هيتنفذ من النهارده. يا فندم انا متشكره جدا، وبتمنى يعني ان انا اكون عند حسن ظن حضرتك. اوعي تفتكري ان انا بجامل على فندي، بالعكس انا فعلا كنت محتاج لحد يعرف لغات معايا في المكتب. انا كنت دايما بسمع بابا بيشكر في حضرتك، لكن واضح ان ده كان قليل. انا بعتبر باباكي تقدري تقولي السبب المباشر في اللي انا وصلت له، عشان كده انا بسميه دايما على فندي وش السعد. اصلا يا ستي اول ما اتخرجت ورثت عن المرحوم والدي شويه فلوس وتوكيل ومعرض للاطراف الصناعيه، يمكن عشان كده انا اتجهت للشغلانه دي. وقتها ستي بقى اتلموا عليا اولاد الحلال وكنت هروح في شربه ميه. لولا امانه واخلاص الوالد العزيز كان زماني دلوقتي على الحديده. شفتي ازاي؟ طب بعد اذنك يا فندم، ممكن افهم بالظبط العمل اللي انا هقوم بيه؟ اقول لك يا ستي، هو انا الاتصالات اللي بيني وبين شركات انتاج الالات الطبيه والاجهزه الصناعيه بتتم طبعا بالانجليزي، عشان كده كنت محتاج لحد يعني يتلقى رسائلهم ويرد عليه. طبعا هيبقى فيه شويه مصاعب علشان الاصطلاحات الفنيه هتلاقيها غريبه عليك، انما ده امر سهل، انا عندي قاموس بيترجم المصطلحات دي هبديهولك. يا فندم انا متشكره جدا، وان شاء الله هتلاقيني عند حسن ظن حضرتك. انا متاكد. هي عملت ايه؟ رحت لعمي واتفقت معاه ان هروح له بكره المكتب علشان نسوي حساباتنا قبل جلسه المجلس الحزبي. وانتي؟ انا بقى استلمت الشغل. ياه بالسرعه دي؟ البركه في بابا. المرتب كويس؟ ما كنتش احلم بيه ابدا. ايوه كام يعني؟ 180 جنيه في الشهر. دي ماهيه صبي نقاش. بالنسبه لي كويس. بالنسبه لك؟ متهيألي وبالنسبة لك انت كمان. لا بقى انا قررت الا وظيفة. هتعمل ايه يعني؟ انا باذن الله ناوي اسافر بره، احوش لي قرشين وارجع افتح بيهم اي مشروع. والخبرة؟ خبرة؟ ما انا معايا بكالوريوس تجارة. مش كفاية؟ ازاي بقى يا نصحى؟ يعني متهيألي طبعا مش كفاية. اه ده بيتهيألي. عموما مفيش داعي نختلف من الاول، انت لسه ما سافرتش ولا حاجه. جعان جدا. خلاص كل انت وانا هشرب اي حاجه.
حاجة تغلب بصحيح. ايه هي؟ حكاية الأكل دي. خلاص لما نتجوز هرحمك منها. هتعملي ايه؟ هطبخ لك كل يوم صنف. ايه ده؟ بتعرفي كمان تطبخي؟ يوه انت ما تعرفنيش بقى، ده انا طبيخي تاكل صوابعك وراه. نفسي ادوق أكلك يا عبلة. اتشطر. انت قلت لهم في البيت على حاجة؟ خفت على بابا وماما من كتر الفرح، قلت أجل الحكاية دي شوية. لحد إمتى؟ لحد ما تيجي أنت وتكلمهم بنفسك. عبلة، أنت مستعجلة؟ يعني أنا بتكلم جد. كنت بعد أيام الكلية بليل، نفسي يبقى لي بيت أنا وأنت. وأنت مش عارف يعني إيه؟ أنا أصلي عبلة مش متخيل نفسي زوج وعنده بيت وأولاد. أنا طول عمري عايش لوحدي، عايش بحريتي، محدش عمره قال لي رايح فين ولا جاي منين. أنا خايف لما أتجوز يمكن الجواز يقيدني ويقيد حريتي وساعتها. وساعتها إيه؟ مش عارف يا عبلة، مش عارف. كمل يا هشام، أنا عاوز أسمعك. هي وإيه كمان؟ صدقتي يا عبلة؟ ده أنا كنت بهزر. لا يا هشام، أنت ما كنتش بتهزر دلوقتي. على العموم سيبك من الكلام الفارغ ده وقولي لي دلوقتي، بتحبيني يا عبلة؟ عبلة أنا بحبك. بموت فيك يا عبلة. وأنا كمان. عبلة بتحبيني؟ طب اضحكي. عبلة مش هسيبك تنزلي إلا لما أشوف ابتسامتك. ست زمانها على وصول. انت مش بتقول الشغل لحد الساعة 3؟ واحيانا بيقعد لما يكون في شغل. اخرت ليه عبلة؟ اصلي فوت على واحدة صاحبتي. اهلا اهلا بالدكتورة. دكتورة ايه بس يا بابا اللي بتناديني بيها دي؟ مال اوعى تفكري انك انت خلاص خلصت علام. لا ده انا عاوزك تهتمي كده وتجتهدي لحد ما تاخدي الماجستير والدكتوراه. تبقى تاخدهم في بيت العدل بقى. وماله بس تاخدهم؟ لا كفايه عليا كده، انا لسه هذاكر تاني. طب وليه لا؟ انما ما قلتليش يا عبله ايه رايك في الوظيفه الجديده؟ كويسه. كويسه وبس؟ هو حد بيتحصل عليها؟ طب وريني كده فين زمايلك. البركه فيك انت يا بابا. سيبها بقى، خليها تغير هدومها عشان تتغدى. لا انا كلت، اتغدوا انتوا. كلتي فين بقى ان شاء الله؟ ما في الشغل بيوزعوا عليكم غدا؟ لا انا كلت وعند صاحبتي. عشان خاطري ده انا قاعد مستنيك يا بنتي. بالهنا والشفا انت يا بابا، انا هستريح شويه. ما تكسفيش ابوكي بقى واقعدي كلي معاه. هو عاوزك انت تقعدي معاه لوحده. انا بقى هخش انام. هي مالها؟ مال ما هي زي الفل اهي. مش عوايدها. تعبانه. تعبانه من اول يوم؟ ما هو التعب اول يوم وتاني يوم، انما بعد كده بتتعود. الله
ولا عشان انت ما توظفتيش يا سعاد؟ ايوه جاي. حاضر حاضر انا موجود. وحياه قلبي وارواح انا ومساء الصباح. وحياه قلبي وافراح وهنا ومساء وصباح. ملاقيش فرحان في الدنيا قد الفرحان بنجاحه. يا استاذ فريد لو سمحت مش كده يا جماعه، انتوا اتلميتوا على بعض ازاي؟ عشان تعرف يا استاذ حبايبك كتير بس انت اللي ندم. اتفضلوا عودوا. يا اهلا وسهلا. ايه ده كله؟ ايه الشله كلها بربطة المعلم؟ ايه نرجع يا استاذ نرجع؟ لا 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 حقك عليا انا. بصك يا بص اتفضل اقعد. ده انا لابس وكنت حد عليكم واحد واحد في بيته. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طبعا احنا جايين نهني ونبارك ونحتفل. بايه بقى ان شاء الله؟ بالنجاح طبعا، وبتنصيبك شرعيا على ميراث الوالد. الاولى ودي كلنا عرفناها، الثانيه بقى مين قال لكم عليها؟ الله، هو في حاجة بتستخبى يا أستاذ؟ كل شيء بيوصل لنا أول بأول. ما عندهمش فكرة عن حاجة. ده احتمال عمي يبيعني الشقة والعربية نظير الفلوس اللي ليه. صحي لحد دلوقتي ليه يا بنتي؟ ابدا يا بابا، اصلي مش جايلي نوم. انت ناسيه انك دلوقتي بقيتي موظفه ولازم تكوني في شغلك الساعه 8. اعمل ايه بس يا بابا، اصلي قلقانه. خير يا بنتي؟ في حاجه؟ ابدا. لو في حاجه قولي لي يا بنتي. هقول ايه بس يا بابا، ما هو مفيش حاجه. طيب قومي قومي خش سريرك واقري الفاتحة وانت تنامي على طول. حاضر، تصبح على خير يا بابا. وانت من اهله يا بنتي. بتكلم مين يا سعالي؟ انا كنت بكلم عبلة، مش جاي لها نوم. انا كنت حاسه انها مش مبسوطه من ساعه ما رجعت من الشغل. كلام ايه ده يا سعاد؟ البنت متاخده شويه، اصل الغربال الجديد له شده. ودخلت تنام؟ ايوه. احنا جالنا التيلكس ده دلوقتي يا فندم. طيب ردي عليهم قولي لهم ما عندناش مانع من حيث المبنى، بس يبعتوا لنا الصور والكتالوجات وبعد عرضها
هنبقى نرد بالتفاصيل. حاضر يا فندم. شكرا. مش عايزه مني اي مساعده ولا حاجه؟ لا يا فندم اشكرك. تحب سيادتك بعد مكتب التيليكس اجيبه اعرضه على سيادتك ولا ابعته على طول؟ اكون شاكر ولو اني متاكد انه هيطلع. يا ماما انا خلاص غيرت الدين. يا بنتي انت راجعه من شغلك تعبان ولا خلص خلصت؟ معلش برضو اجهز معاكي شويه. روح انت اقعدي مع ابوك وانا هخلص الاكل واجيب. جرى ايه بقى يا ست ماما؟ انت مش عايزاني اتعلم وابقى ست البيت ولا ايه؟ لحسن لما اتجوز جوزي يسيبني ويطلع ياكل بره البيت. فشا ده انت ست الستات وطبيخ الشهر. يعني هيعجبه؟ هو مين ده اللي يعجبه؟ العريس. مش لما يوصل. ما هو حقيقي يا ماما وصل، حتى لو فتحت الباب هتلاقيه واقف بره على طول. انت بتقولي ايه يا بنتي؟ مش معقول. استني بس يا ماما. انا ما قصدتش يعني ان هو واقف على الباب على الباب، اقصد يعني اقول لك ان هو مستني ان انا اقول له اتفضل تعالى قابل بابا وهو يجي على طول. طب ومستنيه ايه؟ مستنيه اخد الاذن. اذن؟ هو احنا في ديك اليوم يا بنتي؟ اصل انا يا ماما مكسوفه قوي. من ايه بقى ان شاء الله؟ مكسوفة من بابا، مش عارفة يعني ازاي هفتحه في الموضوع. زي كل الناس، هو الجواز حاجة تكسف. طب كلمي انت يا ماما، كلمي انت بس كده من عينيا الاتنين. بقول ايه يا سعال؟ الحمد لله انا شبعت. اقعدي رايحة فين؟ هغسل ايدي يا ماما. مش لما تكملي اكلك يا بنتي. لا مع اصلها شبعت خلاص. شبعت؟ مش عرفك انها شبعت. هو انت كنت دخلت ببطنها وشفتيها شبعت ولا لا؟ لو انت الصادق يا سعال دخلت في قلبها. الله يضحى
حكيك يا سعاد، ده انت بقى دم خفيف. افندم بقى خفيف ليه، هو ما كانش ولا ايه؟ وبعدها لك يا علي. لا يا ماما، بابا يقصد يعني ان هو بقى اخف. يقصد ولا ما يقصدش مش ده المهم. امال ايه المهم يا سعاد؟ في عريس متقدم لعبد. لا 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 يمكن. لا ليه يا سعاد، انت تعرفه؟ من غير ما اعرفه. سبحان الله، ما دام ما تعرفوش يبقى ليه لا. يا سعاد يا مراتي يا حبيبتي، انت مش فاكره نهار ما تقدمت لك ابوكي قال لي استنى عليا اسبوع لما اخد رايها؟ ده كلام، هو بس ادى نفسه مهله عشان يفكر. يعني ايه ما خدش رايك؟ ولا حتى جاب لي سيرتك. اهو انا بقى من هنا بقول لا. انا مش فاهمه حاجه، ليه لا بس يا بابا؟ الله، ده انت عندك علم بقى. ايوه طبعا. ايوه طبعا، يعني انا بقى اخر من يعلم، انا الزوج. ما احنا بنقول لك اهو يا سعاله. طيب العريس مين اللي جابه؟ حق مالكش حق يا سعاله، احنا برضو اللي هنجيبه. لا ده هو جايب نفسه وعلى ملا وشه كمان. لا انا مش قصدي يا سعاد، العريس عرفتوه منين؟ يبقى زميل عبله في الكليه. اه كده بقى ما يبقاش لا، ويبقى فيه كلام تاني. اصلا يا سعاد يا حبيبتي افتكرت انك انت اللي جايباه، عشان كده انا قلت لا، لان المفروض دلوقتي ان بعد بنتنا عبله ما كبرت وتخرجت لازم هي اللي توافق على عريسها بنفسها. لا اطمن يا سعاد، هي موافقه. خلاص اقابله ويبقى على بركه الله. ادخل. انا اسفه قوي يا فندم. لا يا ابني يا عبد، اتفضلي. متشكره، انا اسفه ما كنتش اعرف ان سيادتك يعني بتاكل. اصلي بصراحه كنت جعان، وبما اني عارف بقى ان انا هوصل الشغل في المكتب فقلت اتغدى هنا. تعالي كلي معايا. بالهنا والشفا يا فندم. ايه دي مروحه؟ هو في الحقيقه يا فندم انا كنت جايه فعلا استاذن سيادتك، لكن لو في حاجه مهمه انا مستعده استنى. هو في الحقيقه فيه، بس لو قعدتي تعالي كلي معايا. متشكره قوي، انا متعوده دايما اتغدى في البيت. متشكره ده ايه؟ دي مش عزومه يا فندم. متشكره جدا، لو سمحت يعني تعرفيني. ما هو لو قعدتي تبي تاكلي معايا. ارجوك ما تغصبش عليا. طيب ستي، على المكتب في تيليكس جالنا، بص فيه كده وحاولي تردي عليهم عشان عايزين نبعت لهم الرد بعد ربع ساعة. حاضر يا فندم. لحظة واحدة اجيب لحضرتك مية. اتفضل يا فندم. في واحد بيسأل على سيادتك يا فندم. خليه يتفضل. ادخل. هشام صالح. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بك. اتفضل. شكرا. أرجو إن الأنسة عبلة تكون إدت لسيادتك فكرة عن الموضوع. في الحقيقة يا ابني أنا كنت منتظرك في البيت مش هنا. أنا فضلت إني أجي لسيادتك هنا عشان أعرض عليك وجهة نظري، ومتأكد من موافقة سيادتك عليها.
خير يا ابني؟ لا طبعا خير ان شاء الله يا عمي. سيادتك عارف اني لسه متخرج جديد، وزي كل زمايلي منتظر لسه التعيين. الحقيقه انا كنت متردد اني اجي قبل سيادتك قبل ما اتاكد انا هتوظف فين، لكن بقى قدام اصرار الانسه عبله خفت يعني لا تفتكر اني مش عايز اتقدم ولا حاجه، فجيت قابل سيادتك هنا عشان اعرض عليك وجهه نظري دي. يعني افهم من كده انك انت مش جاي بمحض رغبتك؟ لا طبعا يا فندم، مين قال كده؟ بمحض رغبتي، بس الحقيقه انا كنت افضل ان انتظر لغايه اما الاقي شغل واعرف اشتغل فين. بس انا اللي فهمته من عبله بنتي انك مش هتتوظف وانك هتشتغل في العمل الحر. ما هو ده حقيقي لحد ما، بس طبعا سيادتك فاهم وعارف ان الوضع اللي احنا فيه ده. انا ابني ما يهمنيش العمل اللي هتعمله، انا سيان عندي اذا كنت هتشتغل في العمل الحر او في وظيفة حكومية. انا كل اللي يهمني حاجة واحدة بس، انت جاي لي طالب ايد بنتي ولا جاي تعتذر لحد ما تلاقي شغل؟ اذا كنت جاي تعتذر فانا اقدر اقول لك كمان ان ما عنديش بنات للجواز، وان عبله بنتي قدامها فتره طويله على الجواز. يا فندم ارجو ان الصوره تكون منقوله لسيادتك صحيح. يعني ما ردتش على سؤالي. انا كنت افضل الانتظار لغايه اما الاقي شغل او اسافر بره اكون نفسي. يعني افهم من كلامك انك لسه مش راسي على وضع معين. تقريبا. يبقى ردي سمعته من شويه. ايوه بس انا وعبله بنحب بعض يا ابني، احنا لينا تقاليد وانا متمسك بيها وبشده. الحب في نظري هو اللي بينتهي عند المأذون. لو انت بتحب عبله صحيح تتقدم لها رسمي وببيتها، اما امورك التانيه فانت ادرى بيها وتقدر تحددها بنفسك. لكني ارفض وبشده اي علاقه خارج البيت مهما كان حجم حبك ليها. ولسيادتك حريه التصرف. كده متشكر، مع السلامه. عبله جت؟ لا لسه. اتأخرت كده ليه يا سعاد؟ أصلي كان عندي ضيوف في الشغل. ضيوف مين؟ هاتيلي البيجامة الأول. خليك لابس، الوقت متأخر والراجل زمانه جاي. الراجل مين؟ أنت نسيت ولا إيه؟ مش عارفة حبلة أخرى اتأخرت كده ليه؟ لا أصله مش جاي. ليه بس ما تقطعش؟ أصلي هو اللي كان عندي في الشغل. جالك يعني؟ ها وعملته ايه؟ طمني. هات البيجامه الاول. مساء الخير يا بابا. مساء الفل يا ست الكل. اتأخرت ليه؟ كان عندنا شغل، ده انا حتى سبت الاستاذ رفعت في المكتب. هو طول عمره كده، حتى بعد ما يخرجوا الموظفين يقعد هو لوحده في المكتب. انا اول مره اعرف ان هو مش متجوز. كان متجوز لكن مراته بقى الله يسامحها. ايه؟ لا دي حكايه طويله قوي. نتغدى الاول يا سعاد. لا يا بابا انا مش هلحق اتغدى، هشام هيجي الساعه 6. ما هو جالي المكتب النهارده، لازم العنوان ضاع منه. غيري هدومك الاول وانا هقول لك على كل حاجه واحنا بناكل. مالك بلمت ليه؟ ابدا، هو يعني مش جاي؟ قلتلك هحكي لك كل حاجه واحنا بناكل. طب ما تقولي الاول. لا
النهارده مش جاي. يعني انت ايه رأيك يا بابا؟ بصراحة يا بنتي ما عجبنيش الكلام، خصوصا بعد ما فهمتيني انه مبسوط ووارث وان ورثه مش بطال. ايه بقى اللي يمنعه من انه يتقدم؟ عبلة يا بنتي، انا حاسس ان حكاية الوظيفة دي حجة علشان يخلع. ده في غيره اللي بيتقدم وهو ما معهوش ولا مليم. طب ليه يا سعادي ما قلتلوش الكلام ده؟ معقول؟ معقول يا سعاد اقول له ان بنتي قالت لي انك انت وارث وتعالى تقدم لها عشان افتكر ان احنا طمعانين في فلوسه؟ لا لا يا سعاد لا. لا ازاي بس؟ زي الناس. هو انت فكرك كل اللي بيتجوزوا اغنية وارثين؟ ابدا. كل ما في الامر انهم بيحطوا ايديهم في ايدين بعض ويتكلوا على الله وبتشجيع الاهل. بس يا بابا انا عارف يا بنت اللي هتقوليه. الحب يا بنتي في بعض الساعات بيخفي وراه حاجات كتيره قوي. وعلشان اطمنك يا بنتي انا ما قفلتش الباب في وشه، انا سبته له مفتوح، والدور والباقي عليك انت. ازاي يا بابا؟ من غير زعل ما تقابلهوش. انا يا بابا يمكن كان من حقك مره او اتنين، خصوصا بعد ما تخرجت من الكليه عشان تحط النقط فوق الحروف، لكن والمساله وصلت للحد ده انت ليكي بيت يا بنتي واهل، واللي شريكي يخبط على بابك، واذا كان عايزك ورايدك صحيح يبقى لازم حقيقي. الحقيقة أنا سعبلة أنت إنسانة ممتازة. بابا عارف يا ربي صحيح. شكرا قوي يا فندم. أقدر أسألك إذا كنت مبسوطة معانا في الشغل؟ قوي قوي يا فندم. صحيح؟ يعني أقدر أطمن إن مفيش حد مضايقك ولا حاجه؟ بالعكس، ده كل الناس اللي هنا في منتهى الاخلاق وبيعاملوني كويس قوي. هو بس كان في موضوع بسيط المفروض كنت اسال بابا الاول، لانه بخصوص الشغل، انما مش عارف رايك انت ايه. انا تحت امرك يا فندم. يعني تفتكري اساله هو الاول بخصوص ايه؟ هو الحقيقه في كتير من المناسبات بيبقى عندي ضيوف اجانب وببقى محتاج تكوني موجوده معايا. يا فندم طالما حاجه للشغل انا طبعا ما عنديش مانع، وما افتكرش كمان ان بابا هيرفض. حتى لو اتاخرتي عن يعني ميعاد الرجوع للبيت؟ يعني لحد امتى كده؟ لا ما هو انت لو اتاخرتي انا طبعا انا هوصلك لحد باب البيت كمان. احسن برضو نبقى نسال بابا. عموما يا فندم اللي تشوفه حضرتك. عبلة. ايوه يا فندم. لو بابا رفض انا مش هتضايق.
طمنيني انك وصلتي، انا هفضل منتظر لغايه ما توصلي. يا فندم مفيش داعي تتعب نفسك اكتر من كده، اتفضل سيادتك. ارجوك علشان بابا كمان يكون مطمن، اتفضل. تصبح على خير. وانت من اهل. اتفضل يا رفعت بيه. اتفضل عنسنا شويه. مساء الخير يا فندي. لا معلش الوقت متاخر. ما يصحش يا رفعت بيه، لازم تتفضل عندنا ولو ان البيت يعني مش قد المقام. اقصى عليك يا فندي. طب علشان كلمتك دي انا ليا زياره مخصوصه. تشرف وتانس، البيت بيتك. شكر، تصبح على خير. اتاخرتي قوي يا عبله، ده ممكن كان هيتهبل عليك. انا كمان كنت قلقانه قوي يا ماما، بس لما الاستاذ رفعت لاحظ كده خلص الاجتماع بدري مخصوص علشان كل ده. وبدري على عيني يا بنتي، بس انا عارف ان ده شغل، وكمان انا مطمن لك ومطمن لرفعت بيه. ده انسان طيب وكويس قوي يا بابا، وكل ما هتقربي منه اكتر هتلاقيه طيب وابن حلال. يلا غيري هدومك عشان تاكلي لقمه وتنام. اكل ايه يا ماما، ده انا شبعانه خالص، انا عاوزه انام. تصبحوا على خير. وانت من اهله يا بنتي، واحنا يلا بينا كمان. اخص عليك يا هشام، افرض حتى بابا قال لك كلمه كده ولا كده، تقوم تقطع خالص وما تتصلش بيا. طب ما انتي كمان يا عبله ما اتصلتيش بيه، مش كان لازم تتصلي بيه وتشوفي بابا قال له ايه؟ مش يمكن بابا ما قالش بالظبط على اللي حصل ده؟ حقيقي يا عبله، انا ما سرحتش للراجل اللي بتقولي عليه بابا كده. هشام انت بتقول ايه؟ انا عارف انك هتزعلي، عشان كده ما كنتش عايزه اقابلك، لكن ما دام انت اللي فتحت الموضوع فلازم تعرفي ان الراجل ده مش باباكي وما يهمهوش مصلحتك. صدقتيني ما صدقتنيش، انت حره. هشام انا لحد كده وما اسمحلكش. طبعا هتزعلي عشان واجهتك بحقيقه انت عارفاها كويس قوي، بس انا عايزك قبل ما تزعلي تجاوبين على سؤال واحد بس. تقدري تقولي لي ليه باباكي ده اتسرع انه يلاقي لك وظيفه؟ ما هو ده الطبيعي، ما دمت اتخرجت يبقى لازم اتوظف، امال كنت بتعلم ليه؟ بكره مع اول مرتب هتقبضيه هتحطي ايدك على الحقيقه بنفسك. يعني ايه الكلام ده يا هشام؟ يعني اتراهن معاكي لو الراجل ده وافق على اي عريس يتقدم لك الا بعد ما ياخد من مرتبك كل اللي صرفه عليكي، او استنى بقى لما يجي لك عريس لقطه ياخد منه كل اللي صرفه عليكي دفعه واحده، وبكره تقولي هشام قال لي. كذب، كل اللي بتقوله ده كذب. بابا ما رفضكش للاسباب دي وما رفضكش خالص، ومع ذلك خليني معاك. طالما انت شايف ان هو وحش للدرجه دي وعاوز يستغلني، ليه مش عاوز تحميني؟ ليه ما تتجوزنيش عشان ما حدش يستغلني؟ عبله هو ده اللي في نيتي فعلا، بس مفيش بس ولا حاجه، وكفايه بقى لغايه كده. انت لو عاوزني هتيجي لغايه عندي. عبله وما تتاخرش كتير لاني مش هستناك على طول. يا بنتي كفر الشهر، في ايه؟ حد زعلك في الشغل؟ بس يا حبيبتي بس يا بنتي روقي بس كده وصلي على النبي واحكي لماما على كل حاجه. مالها عبله يا سواد؟ ردي على بابا حبيبتي، ردي على بابا قولي له مالك. مالك يا بنتي؟ في ايه؟ مفيش يا بابا، متضايقه شويه. من ايه يا بنتي؟ لوحدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس يا بنتي بس، العين فلقت الحجر. قومي يا حبيبتي، قومي اغسلي وشك وغيري هدومك. غيري هدومك يا بنتي، احنا خارجين. ايه الحكايه يا سعاد؟ الغيب ما يعلموش الا ربنا،
ناولين السجادة. من فضلك تعالي بسرعة. أيوة فندم. لو سمحت اندهي لي أنسة هبلة. ما جاتش النهاردة. ليه؟ ما تبلغناش بحاجة. طيب شكرا. العفو يا من فضلك تعالي. تحت أمرك يا فندم. لو سمحت تطلبي لي على فندي في المعرض بعد شوية علشان النمرة مشغولة. حاضر يا فندم. شكرا. الو. ايوه يا سعاده البيه، انا تحت امرك. خير يا فندم؟ هي الانسه ما جتش النهارده ليه؟ في الحقيقه يا فندم قالت لي ابلغ سعادتك انها تعبانه النهارده ومش هتقدر تيجي، لكن بصراحه بقى انا نسيت وبعتذر يا فندم. لا ابدا، ده مجرد ان انا بطمن عليها سلامتها. الله يسلمك يا سعاده البيه، كلها يوم ولا اتنين وحتنزل الشغل ان شاء الله. يا دي تعبانه قوي بقى، بعد اذنك اجي ازورها في البيت. وصل يا سعاد وصل كده. طب خش انت قول العبد. شفت يا ستي، اهو المدير بحاله جاي عشان يزورك ويطمن عليك. اهلا وسهلا يا سعاده البيه، خطوه عزيزه يا فندم. الله يعزك يا فندم. اتفضل يا فندم، هي في اوضتها كده على طول. افضل تدوها الخبر الاول. كلك ذوق يا سعاده البيه، بعد اذن حضرتك. الراجل جاي علشان يشوفك يا عدلة. خليه يتفضل يا بابا. طيب اعمل لي انت حاجة يا سعاد. حاضر. اهلا وسهلا يا سعادة البيه، احنا زادتنا البركة. الله يبارك فيك يا حاجة. ان شاء الله تكون حالتها احسن دلوقتي. الخير على قدوم الوردين يا فندم. اتفضل يا فندم اتفضل. يا ساتر. ايه بقى يا ستي، احنا تعبناكي ولا ايه؟ ما تقولش كده، امال يا سعاده البيه. اتفضل يا فندم. جالك دكتور؟ لا الحكايه مش مستاهله. ازاي بقى؟ ان شاء الله بكره اكون كويسه وانزل الشغل. لا 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 لا، لازم يشوفك دكتور على الاقل علشان نطمن عليك. لا حقيقي ملوش لزوم، انا عارفه نفسي كويس، دول شويه صداع وهيروحوا، وبكره باذن الله هكون في الشغل. انا شغلي ما يهمنيش، أنا اللي يهمني صحتك. على فندي في تليفون قريب من هنا؟ ملوش لزوم يا سعادة البيه، دي حاجة بسيطة قوي. أرجوك بدل ما أروح أجيبه بنفسي. أمرك يا سعادة البيه، هو في تليفون عند البقال. طيب عن إذنك. اتفضل يا فندي.
الحمد لله على سلامتك يا عبله. ألف حمد لله على السلامة يا حبيبتي. ايه ما عجبكش طبيخي ولا ايه؟ بالعكس، دي احلى مره في حياتي اكلت فيها. طب انت ما دقتش دي؟ انا حييش بعد. ما تكسبش بقى ايد ماما. هو انا اقدر؟ الله، تسلم ايديكي. تسلم ايد اللي طبخ. هو تقولي لي انها عبله برضو؟ والله يا ابني ما خلتني احط ايدي في حاجه ابدا. البركة فيكي برضو يا ماما. ظهري عبلة انك انت مش شاطرة بس بالشغل، انت ست بيت ممتازة كمان. ده حقيقي. اتفضل الشاي. شكرا. من ايد بعد ماشي. اتفضل يا بابا. يزيد فضلك يا بنتي. أنست وشرفت يا سعادة بيه. الله يعزك. ناقص السكر يا سعادة بيه؟ لا 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 ابدا، خليك مستريح. السكر مظبوط مظبوط خالص. هو في الحقيقة على فندي، أنا كنت عايز أفتح معاك موضوع تاني. خير سعادة البيه؟ إيه رأيك فيه؟ نعم يا فندم. بقول ايه رايك فيا؟ رايي انا؟ ايوه في سيادتك. ايوه ده كلام برضه يا سعاده البيه، ده احنا بنتمنى الرضا. حقيقي ده رايك فيا يعني يا فندي؟ اصلي رايك يهمني قوي، لاني عايز اخطب بنتك عبله. ما بتردش ليه على فني؟ أرد أقول إيه يا سعادة البيه؟ إذا كان علي أنا يبقى ربنا نولني كل اللي في نفسي. يعني هي ممكن عبلة ترفض؟ أنا ما قلتش كده لا سمح الله يا سعادة البيه، بس الشرع بيقول ناخد رأيهم. أنا ما بطلبش أكتر من كده، ده طبعا بعد موافقة حضرتك. عبلة انت جننتي؟ لازم تفهمي كويس قوي اني مش هسيبك تتجوزي واحد تاني غيري. هتعمل ايه يعني؟ هخطفك. ايوه هخطفك، لو قاعده جنبي في الكوشه برضه هخطفك. يا خساره، افتكرتك يعني هتقولي هسبقه واتقدم لك. اه يعني اللف والدوران ده كله عشان كده بقى. هشام، انا عمري ما لفيت ولا دورت عليك، ولا عمري هلف ولا دور على حد غيرك. انا مش واحده فاتني الجواز وبدور على اللي بيتجوزني، بالعكس، وانت اكيد عارف ده كويس قوي. انا اللي بيدفعني اني اقول لك كده هو حب، واسف اني اقول لك ان الانسان اللي متقدم لي ده كويس جدا، يعني ما فيهوش اي مبرر او اي مانع اني ارفضه قدام اهلي، غير ان في حد تاني المفروض ان هو يجي يتجوزني، والحد التاني ده المفروض يكون انت. لكن للاسف يا هشام، الظاهر ان انا وثقت فيك اكتر من اللزوم. عبلة انت ايه اللي جرالك؟ ايه اللي جرالي انا؟ ايوه اتغيرت كتير قوي عن ما كنا في الجامعة. انا اللي اتغيرت؟ انا اللي نسيت كل وعودي في لحظة؟ يا عبلة انا نفسي احقق لك كل اللي وعدتك بيه، نفسي اوفر لك احسن عيشة. انا عايز لك بدل الشقة فيلا، عايز الخدم والحشم يبقوا حواليك وتأموري وتنهي زي ما انت عايزة. لكن للأسف انت اللي مش عايزه تديني الفرصه دي.
وانا للاسف مش عاوزه ده كله. احلامي عمرها ما تعادت غير ان يكون عندي شقه صغيره ليا انا وجوزي واولادي لو ربنا اراد. عمري ما تمنيت غير اني اكون زي بقيه الناس، ارجع من شغلي واقدم لجوزي كل طلباته عشان بحبه. ارجوك يا هشام، ارجوك ما تسرحش بيا، وكفايه بقى كفايه من احلامك دي اللي عمرها ما هتتحقق. اهو ده الفرق اللي بيني وبينك، ان عايزه استمد من حبنا دافع لينا احنا الاثنين عشان نعلى ونعلى ونعلى، وانت عايزه توقفي بحبنا عن الجواز والبيت والعيال. يا هشام انا ما بطلبش منك انك تقف بطموحك عند حد معين، اللي انا بطلبه منك انك تحسسني بالاستقرار. حقالي الاستقرار ده، ولو طلبت مني اني استناك 10 سنين هستناك، لان في بينا ارتباط. لكن افضل معاك كده ومفيش بينا اي ارتباط، ففي الحاله دي اسمح لي اقولك اسفه، انت من سكه وانا من سكه. وحبنا يا عبله؟ حبنا في ايدك انت يا هشام، وفي ايدك انك تحافظ عليه، وانا هديلك فرصه تفكر عشان بعد كده ما تلومنيش. بس يا بنتي بس ده كل شيء اسمه النصيب، محدش عارف الخيره فين. هو يا بنتي الراجل اللي متقدم لك ده شويه ده راجل زي الفل وغني ومقتدر، يعني مش هيخليكي عايزه حاجه ابدا، وغير كده شريك وباين عليه طيب وابن حلال ومتواضع. بس يا ماما حاسه ان انا مش بحبه. يا بنتي الحب عشرة، هو احنا بنحب كده هم الباب للطاقة؟ الإنسان ما بيحبش إلا ما يلاقي الشخص اللي قدامه مخلص ووافي وطيب يقوم يحبه، والحاجات دي كلها ما بتبانش إلا بالعشرة. وآكم يا بنتي ناس حب وكانوا فاكرين اللي بيحبوه ده يا ما هنا يا ما هناك، لكن الأيام بتكشفهم. معنى كلامك ده يا ماما إن الواحدة تتجوز وهي وبختها، لو طلع كويس يبقى بختها كده، ولو طلع وحش يبقى ده نصيبها وخلاص. لا يا بنتي لا لا، احنا ناس مؤمنين وموحدين بالله، وربنا سبحانه وتعالى قال الطيبون للطيبات. عمر ما في ستة كويسة وربنا رزقها براجل وحش، ولا راجل كويس وربنا بعت له ستة وحش. امال ايه يا بنتي، ده ملكه وهو اللي منظمه. انت اهبل يا جدع، انت تضيع مستقبلك وحياتك عشان واحده مش عايزه تصبر لغايه ما تكون نفسك؟ انا بحبها من زمان يا محسن، وعدتها بالجواز من ايام الكليه. الله، وانت يعني اخليت بوعدك؟ انت بتقول لها استنيني لغايه ما اكون نفسي وهي مش عايزه تصبر، خلاص بقى هي حره. الله، ولعلمك بقى هي هتستناك غصب عنها. ازاي بقى يا فالح وفي واحد تاني متقدم لها؟ انت صدقت دول هما بيقولوا كده بس عشان ينحرروا الراجل مننا ويجيبوه على ملا وشه؟ دول ما راهمش غير انهم يتجوزوا ويخلفوا بس. خلاص بقى شيل الموضوع ده من دماغك خالص، احنا ورانا مهمه صعبه ولازم ننجح فيها، ولا انت نسيت؟ طب الحق اخر الاخبار ايه؟ الراجل خلاص بيحضر اوراقه ومسافر، واول ما هيجهز هناك هيبعت لك تسلم انت الامانه هنا وتسافر له على طول. اهو ده المستقبل، مش تقول لي جواز ومش عارف ايه. أنا عاوزك تنسى الموضوع ده خالص، فاهم؟ من فضلك تعالي بسرعة. أيوة يا فندم. هي الأنسة عبلة ما جاتش النهاردة برضو؟ لا يا فندم ما جاتش. طيب تنفيذاً لأوامر سيادتك بعتنا لباباها المرتب بتاعها فرع المعرض. طب لو سمحتي تنسخي لي الجواب ده على المكنة. السلام عليكم. عليكم السلام. أمال فين عبلة؟ في أوضتها. إيه رايح فين؟ أنا رايح أديها مرتبها. مش لما تغير هدومك؟ إيه؟ في حاجة؟ لا بس أصلها نايمة. إيه حكاية النوم دي؟ هي ما خرجتش النهاردة؟ خرجت ورجعت. بتقول إنها قابلت واحد صاحبه اسمه محسن. قال لها إنه بيحضر ورقة ومسافر بره، ولما يرجع يبقى يفكر في حكاية الجواز. مساء الخير يا بابا. مساء النور يا بنتي يا حبيبتي. اتفضلي يا ستي.
ايه ده؟ هيكون ايه يعني؟ مرتبك. طب وبتديهولي ليه؟ بديهولك ليه؟ ده مرتبك يا بنتي. وفيها ايه يا بابا؟ خليه معاك. لا يا ست، دي فلوسك وانت حرة فيه. ده انا ما صدقت وصلت بيهم لحد هنا. تشكر يا بابا. ما تعديهم يا بنتي. معقولة؟ مش معقول ليه؟ لا دي امانة. بكرة مع اول مرتب هتقبضيه هتحط ايدك على الحقيقة بنفسك. بابا انا عاوز اتكلم معاك شوي. حاضر، هقلع هدومي ونقعد نتكلم براحتنا. لا نتكلم الاول. عمرك يا ست. خير يا ستي. ايه ده انت لسه ما غيرتش هدومك؟ الاكل هيبرد. ماما تعالي انت كمان، عاوز اتكلم معاكي. خير يا بنتي؟ في ايه؟ انا موافقه اتجوز رفعت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا ابني انت كنت مختفي فين؟ هكون فين يعني؟ في خلافات مستمره مع عمي بسبب الفلوس. يا انتوا لسه برضه ما وصلتوش لحل في الحكايه دي؟ غريب يا اخي انه مصر ان انا خدت كل فلوسي، بس انا متاكد ان لسه ليا عنده فلوس. الله، معاه وصولات بالكلام اللي بيقوله ده؟ ما كانش بيكتب وصولات ولا انا كنت بكتب حاجه. حتى لما كان بيسافر كنت باخد من مرات عمي او بنتها. مهم سيبك من الموضوع ده، مش عايز اتكلم فيه خالص، انساه. على فكره انا قابلت عبله من يومين. عبله؟ قالت لك حاجه؟ سالتني عليك طبعا، قلت لها هو خلاص مسافر. وكان تعليقها ايه؟ قالت طالما الحكايه كده بقى هي مضطره تقبل الجواز من رفعت. انت بتقول ايه؟ الله، ايه ده؟ اقعد اقعد بس، تصدقت؟ اقعد. انا عارف عبله دماغها ناشفه ممكن تعملها. انت بتقول لي حصل الكلام ده امتى؟ من يومين. الله، رايح فين بس؟ انا لازم امنع الجوازه دي باي شكل. انت مجنون، انت عايز تضيع القرشين اللي ما صدقنا نلمناهم؟ ان شاء الله حتى ابيع العربيه واشبكها، ما احنا خلاص مسافرين. الله، استنى يا مجنون بس، رايح فين؟
الحمد لله على السلامة يا عروسة. مين اللي بيتكلم؟ حتى صوتي كمان نسيتيه. أنا هشام يا عبلة. مين يا عبلة؟ ده واحد غلس يظهر بيعاكس، لسه هقول له مين اللي بيتكلم راح اقفل السكه في وشي. يوه وانت لسه شفتي حاجه؟ خدي من ده كتير. انا ثواني وهكون لابسه بسرعه علشان نلحقهم قبل ما يناموا. بتردش ليه؟ مين بيتكلم؟ جوزها بيكلمها. يا خبر ابيض. الف شكر. متشكر على تهنئتك دي. مع السلامة. انت لسه واقفة؟ يلا بسرعة. لا. يلا عشان نلحقهم قبل ما يناموا. حاضر. رفعت. هو مين اللي كان بيتكلم؟ ده واحد من الموظفين بيهنينا يا ستي بسلامة الوصول. اسمح لي يا هشام، انت كده غلطان. انت دلوقتي قدامك حاجتين، تاخد بالك من صحتك وتفكر في مشاريعك، انما هي خلاص اتجوزت وانتهى الامر. ولا هتقعد بقى تضطر في ذكريات حبك اللي راح وتنسى نفسك؟ لا، انا عايزها تفهم ان انا لما قلت لها ان انا مش هسمح لها انها تتجوز واحد تاني غيري كنت بتكلم جد مش بهزر. الله، طب ذنبه ايه الراجل المسكين ده انك تجرح مشاعره بالشكل ده؟ ذنبه ان ما عرفش او ما حاولش يعرف انها كانت بتحب واحد تاني غيره. كانت وانتهى الامر. لا، وما زالت. تحب اكد لك؟ احنا فاضيين للكلام ده يا هشام بقى. الله يا سيدي، خلاص انت سيدي الرجاله كلها ومفيش واحده تبص في عينيك الا وتقع في دباديبك. تحب اسجل لك شهادتي دي في الشهر العقاري عشان تهدى كده وتستريح؟ يا اخويا نبتدي نهزر بقى. الله، وبعدها لك بقى. ها نتكلم في الجد. الراجل كلمك في التليفون؟ ايوه. قال لك ايه؟ قال لي كله تمام وهيتصل بيا تاني بكره. ماما حبلة بنتي حبيبتي، الحمد لله بالسلامه. وحشتيني وحشتيني قوي يا امي. ألف الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. وصلت امتى؟ النهارده الصبح. امال بابا فين؟ بابا راقد في اوضته من ساعه ما سافرت وهو تعبان شويه. ماله؟ عنده ايه؟ ولا حاجه، شويه تعب بسيط يا بابا. وحشتني قوي يا بابا. مالك؟ الف سلامه عليك. لا مفيش حاجه يا بنتي، دي السعاد هواله شويه، دول شويه برد يعني اخذتهم رقدوني يومين، لكن انا بقيت كويس الحمد لله. رايح فين؟ هقعد معاكم. خليك مطرحك مستريح، ما احنا قاعدين معاك اهو. ما يصحش يا ولاد. لا يصح يا بابا، رفعت ما بقاش غريب دلوقتي، ده بقى جوز بنتك مش كده يا رفعت؟ وليه الشرف. وصلتوا امتى؟ النهارده الصبح. شفت يا بابا؟ شفت رفعت جاب لك ايه؟ انا ما اشتريتش حاجه، عبلة هي اللي اشتريت. ده فسحني فسح مفيش بعد كده. شفتي هديتك انت بقى يا ست ماما؟ الله، الغالي ما يجيبش الا الغالي. ربنا يخليكوا لينا يا اولاد. انت مش هتنام؟ لا، عندي شويه شغل عايز اخلص منهم قبل ما انام. ما تنساش ان انت بكره هتنزل الشغل، يعني لازم تكون مستريح. ما تخافيش، ما انا هنام على طول. طب تحب اساعدك في حاجه؟ لا استريح انت، زمانك تعبانه من السفر طول النهار. تصبح على خير. انت من هنا. Thank you.
نمديش. مالك يا رفعت؟ ابدا، ده انا كنت داخل انام. لا انت مش طبيب، حتى واحنا راجعين بالعربيه كنت سرحان مش زي عوايدك. لا ابدا، تلاقي الارهاق بس سافر طول النهار. يلا بينا. ردي شوفي مين. مين يعني اللي هيكلمنا في وقت زي ده؟ معلش ردي. ألو، قلقتكم؟ ما تكلمي يا عبلة. عبلة أرجوكي، لو أنت اللي في إيدك السماعة قولي لي عشان أشرح لك موقفي. يا عبلة انت ظلمتيني. انا كنت جاي لك زي ما اتفقنا، لكن وانا جاي في الست في ناس ولاد الزوق بيعملوا الحركات دي كتير. يلا بينا. رفعت، انت ليه خدت من ايدي سماعة التليفون وقفلت السكه ما سالتنيش مين اللي بيتكلم؟ انا عارف ان واحد قليل الزوق بيعاكس. طب لما خدت السماعه ما شتمتوش ليه؟ فين انا قفلت في وشه السكه؟ وبعدين انا ما بشغلش بالي بالحاجات الصغيره دي. يلا بينا. مش هتنامي؟ رفعت، انا عارفه مين اللي كان بيتكلم في التليفون. انا يا رفعت قبل انت ما تتكلم عليا كان في واحد زميلي عاوز يتجوزني، وكنت عبله. ممكن توفري على نفسك العذاب ده كله وتسمحي لي اشرح لك المشكله في كلمتين اتنين؟ رفعت انت لازم تعرف كل حاجه. وانت ايه اللي تعرفيه عني؟ مش مهم، المهم انت عبله. لا انا ولا انت كنا عايشين في امهم، وجي واحد مننا عشان يطلع التاني. أنا وإنتي والناس كلها لنا ماضي، ده مش مهم، المهم هو مستقبلنا احنا الاتنين مع بعض. أنا متأكد إن ماضيكي ساذج وبسيط وما يضرش، عشان كده مش هحاسبك عليه. اللي هحاسبك عليه هو المستقبل، لأنه بتاعي أنا. وإنتي كمان ممكن تحاسبيني، بس من ساعة ما بقيت ملكك. ده ملخص المشكلة وحلها في كلمتين اتنين، مش كده؟ رفعت انت انسان عظيم. العظمة لله وحده. تقدر تقولي ان انا انسان بسيط واقعي. حقيقي يا رفعت انا ما كنتش متخيلك بالرقة والاحساس ده، وخصوصا انا كنت عارف انك متجوز قبل كده. وبعدين بقى احنا مش قلنا ما نجيبش سيره الماضي؟ سيبيه يرن، اذا كان مش عاجبك صوته شيل السماعه. الو 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 الو،
معلش اركب انت. ايه انت بتخاف تركبها؟ عمري ما ركبتها. عشان خاطري يا رفعت انا اركبها معايا. واحنا صغيرين عشان نركب حاجه زي دي؟ وهو يعني ما يركبهاش الا الصغيرين؟ تركبي المراجيح وانت؟ انا هستنيك يا رب. يا هشام بحبك. بتقول ايه؟ بقول بحبك. أقول محبك عشان خاطري يا رفعت أنا أركبها معايا. أنا عاوز أروح. إيه بزاي؟ ما سألتش ولا حاجة بس عاوز أروح. صعب بس. ايه ده انت ما نمتيش؟ مش جاي لي نوم. مالك قبل؟ مفيش حاجه. انا ملاحظ انك انت كنت متضايقة من ساعة ما كنا في الملاهي. مش دي فكرتك إننا نروح الملاهي؟ أيوة. وبعدين زهلتي فجأة كده وقلتي عايزة نروح. عشان حسيت بتعب بس ولا عشان مرضتش أركب معاك المراجيح؟ عبلة أنا ما بقيتش بتاع مراجيح دلوقتي، الكلام ده كان من 15 20 سنة. بعدين أنا ما قلتلكيش ما تركبيش، أنا قلتلك اركبي وأنا هقعد استناكي. في حاجة دي؟ أنا نفسي جوزي يشاركني كل حاجة بحبها. رايحة فين؟ هنام. انت من شوية كنت بتقولي انك مش جايلك نوم. طب تعالي تعالي انا كمان عايز انام. اديتك فرصة واستنيتك وانت اللي ما جيتش. عبلة ارجوكي ما تظلمنيش، انا كنت جايلك زي ما اتفقنا، لكن وانا جاي في السكة. خلاص يا هشام ارجوك ما تقولش حاجة. انا عملت حادثة بالعربية وكنت حموت، لكن الحمد لله ربنا ستر. لكن قوليلي انت عرفتي مكاننا هنا ازاي؟ ابدا، عرفت من بعض المصريين اللي هنا ان في قهوه بيتلموا فيها كلهم، قلت طبعا اكيد هلاقيك فيها.
عبلة أنا مش طالب منك أي حاجة غير إنك تصدقيني. أنا فعلا كنت جايلك زي ما اتفقنا، لكن عملت حادثة بالعربية. أنا كمان ما كانش ممكن أستنى في مصر بعد أنت ما اتجوزتي، عشان كده اتصلت بيكي أول ليلة رجعت فيها مصر بعد شهر العسل. لكن للأسف ما رضيتيش تسمعيني، ودلوقتي بعد ما عرفت الحقيقة كل اللي بتمنهولك إن ربنا يهنيكي ويسعدك مع جوزك. أشوفك بالحالة دي. تعال 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 نخش جوه وقولي لي ايه اللي مضايقك. تعال. ها في ايه؟ رفعت، انت طول عمرك كريم معايا، ممكن اطمع زياده في كرمك. انا تحت امرك. يعني ممكن اطلب منك اي طلب وتنفذه لي؟ هو انا عمري رفضت لك طلب؟ طلقني. قلت ايه يا رفعت؟ طلب غريب قوي، بس ارجوك توافق علي. ممكن اعرف ايه السبب؟ معقول تطلبي طلب زي ده من غير ما اعرف السبب؟ مش يمكن تكون الاسباب دي تضايقك؟ احنا مسافرين المانيا بكره. لا يا رفعت، انا مش هسافر معاك. يعني ايه مش هسافر معاك؟ يعني أنا بطلب الطلب ده هنا وبرجوك إنك تنفذه دلوقتي قبل ما تسافر. أيوه بس إزاي؟ أنا واثقة في كلمتك، وياريت تطلقني دلوقتي لما نروح مصر إن شاء الله، نبقى نعمل كل الإجراءات اللازمة. ياه، انت مصرة قوي على الطلب ده. أيوة. أنا مستعدة أتنازل عن كل حقوقي، ودلوقتي حالا. حاضر يا أبله اللي تشوفيه.
متشكره قوي. انتي لسه مصره على الطلاق؟ ايوه لو سمحت. عبله انت طالق؟ الدرج اللي جنبك ده انا سايب لك فلوس علشان مصاريفك وتذكره السفر، وهدفع للاوتيل يومين كمان لغايه ما تجهزي نفسك للسفر. هتصرف. ها ازيك يا محسن؟ اهلا هشام. مش ناوي تقعدي برضه؟ مش عاوز اقعد، قلت لك عاوز اروح. حاضر، دي بس اوصلها ودي. مفيش داعي، انا هروح لوحدي. طب نوصلك هناك؟ مفيش داعي يا جماعه، متشكره. ايه عملت ايه؟
الخير. مساء. هشام مش موجود؟ لا ده حتى ما قاليش ان هو جاي. اصله كان موعدنا هنا، اكيد زمانه جاي. هو انتوا بتشتغلوا هنا مش كده؟ انتوا؟ انتوا مين؟ انت وهشام يعني؟ هو ما قالكيش؟ قال لي ايه؟ احنا بقالنا انا وهشام خارج مصر اكتر من 10 اشهر، ومع ذلك ما حطناش ايدينا على شغلانه واحده. دي الناس اللي هنا ما هماش لاقين شغل. امال هشام قال لي ان هو بيعمل مشروع هنا. هو قال لك كده؟ هو انت ما تعرفش؟ وما قالكيش كمان ان حكايه المراس دي اتضح انها خدعه، واتضح كمان ان القرشين اللي سايبهم ابوه خلصوا من هو في ثانوي. امال انتوا ازاي عايشين هنا؟ هو بقى استلفنا قرشين من ناس نعرفهم هنا مصريين، وقلنا لهم لحد ما نلاقي شغل، لكن طبعا الفلوس خلصت. وانا شخصيا خلاص اذا ما اشتغلتش في خلال اسبوع هسافر، واللي يحصل يحصل. مش فاهمه يعني ايه اللي يحصل يحصل. احنا لما اتفقنا على السفر انا وهشام، خدت فلوس جهاز اخواتي الاثنين وسافرت، قلت لهم هرجع لكم الفلوس في خلال شهر بالكتير، لكن للاسف زي ما انت شايف احنا بناكل الطاقه هنا بالعافيه. هشام وصل. انتوا هنا من بدري؟ من شويه. طيب تعالى يا محسن، عايزك في كلمتين. على اذنك يا عبد. على اذنك. رغيته كتير باين عليكم. لا يعني مش قوي. ده أنا. عن اذنك. ايه في ايه؟ في تليفون جايلي من المانيا بعد 5 دقايق. امال هروح فين؟ لا يا رفعت انت ما ذنبكش حاجه، لما انزل مصر هتعرف كل حاجه. مع السلامه يا رفعت. Thank you.
مالك يا عبله؟ في ايه؟ اتغيرت قوي يا هشام. للاسف طموحك وطمعك غيروك، حولوك من انسان شريف لحرامي. حرامي؟ انت بتقولي ايه؟ ايوه انت حرامي وندل. اخرسي قطع لسانك. الله هشام ما صحش كده. الله خليه يضرب يا محسن. انا فعلا استاهل الضرب عشان طلبت من جوزي يطلقني عشان واحد زيك. انت ندل حرامي. الذهب اللي انت خدته من شنطتي كنت رايحه بيه، لان ما بقاش معايا فلوس بعد ما خدت كيسي وفلوسي كلها. افتكر دلوقتي مش عاوز مني حاجه بعد ما بقاش عندي حاجه. عن اذنك. الحمد لله على السلامة يا استاذ عبد. اهلا يا عم سيد، ازاي؟ الله يسلمك، البقية في حياتك. ايه؟ انا اسف افتكرتك. عارف بابا تعيشي انت. بابا؟ بيد الله يا بنت، ومصير كل روح للي خلقها. الحمد لله الحمد لله، ربنا اكرمني بوجود الاستاذ رفعت. باقي في حياتك أستاذ رفعت يا بنتي، راجل أصيل بصحيح. أنا عمري ما شفت راجل في شهامته ولا في متانة أصله. ما سابنيش يوم واحد من ساعة المرحوم ما مات. أنا نزلت مليونين على طول، ما كملتش رحلة. أبوك مات من غير ما يعرف اللي حصل. مات وهو بيوصي رفعت عليك، ولما حصل اللي حصل رفعت اتصل بيك عشان تنزل، ومرضيش يقولك ان بابا مات. ليه كده يا عبلة؟ ليه عملت كده يا بنت؟ كنت في وهم. لحظة كنت في وهم ساعة ما شفت هشام لأول مرة بعد جوازي، وافتكرت إني لسه بحبه. برضتش إن أنا أكون زوجة خاينة، عشان كده طلبت من رفعت الطلب. صدقني يا رفعت، لما طلبت منك إنك تطلقني ما كانش في بيني وبين هشام اي حاجه، لكن كان في بيني وبين نفسي صراع، صراع مر. ما كنتش قادره اتخيل نفسي نايمه جنبك بفكر في واحد تاني. ما سمحتش لنفسي اني اخونك حتى في خيالي، عشان كده طلبت منك تطلقني، عشان انا ما استهلكش. أنا ما انكرش إن أنا حاولت أرجع اللي كان بيني وبين هشام، لكن كانت صورتك أنت دايما قدامي. حنانك، كرمك، نبلك، قلبك الكبير كانوا دايما واقفين في سكتي. ده غير إني اكتشفت في هشام حاجات ما كنتش شايفاها قبل كده، فقت من الوهم اللي أنا كنت فيه.
صدقني يا رفعت، صدقني لو قلت لك ان من ساعه ما سبتني وخرجت من الاوضه انت دخلت جوايا، جوا تفكيري وعقلي وقلبي، جوايا. صدقني يا رفعت، رفعت انا ما بقولش الكلام ده عشان ترجعني تاني، انا بقولك الكلام ده بس عشان تفهمني صح، عشان برجوك انك تسامحني. المسامح كريم يا ابني، انت طول عمرك قلبك كبير. انا عارفه اني غلطت، عارفه اني غلطت في حقك يا رفعت، وانا ما بطلبش منك اي حاجه، كل اللي انت تقوله انا راضيه بيه. قبل انا لما طلبت منك الجواز ما كنتش اتصور في يوم من الايام انك تبيني مهما حصل. انا عملتك احسن معامله وعيشتك احسن عيشه، كنت مستعد اديكي كل اللي باقي من عمري، لكن دلوقتي بصراحه ما اقدرش اديكي اسمي وكرامتي تاني تعملي فيهم زي ما انت عايزه. اما انت يا مدام فدايما قلبي